السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 26/1/2022 في مصر. البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك مصر سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك اسكندرية 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. أما القاهرة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. البنك التجاري الدولي 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. العربي الإفريقي الدولي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك كريدي إجريكول 15.66 جنيه للشراء، 15.76 للبيع. بنك البركة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. بنك السويس 15.66 شراء، 15.76 للبيع. بنك الإسكان والتعمير 15.67 شراء، 15.76 للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 شراء، 15.76 بيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.